أو مال هذا. ولذلك نحن نتضامن قلبا وقالبا مع الإخوة الأورومو فيما يتعرضون له. موتمان إثيوبيا أجيشا جملة إلمان أورومو إرتي راوتا جرتو ددفيدان دابو خنقب دوتهو إتي غافتمان دبلوماسي أده بلسفاسا أمتا بنيشنكول غافي في ديبي ميديا HNN ولين أفان أروات تاسيس خيستي هيمية تجرا أكا أمتا بنيشنكول إتي أجيشا مومي منستيرا إثيوبيا دكتور أبي أحمد إلمان أورومو إرتي غويا غويا غيسا جرو خمور منتهو أبو نيلسون ناصر إبسي ajjechan wagga laman kana ummata oromodati fi ummata banishankol irratti motumma khanan rawata majiru khan barota dabrani hunda khancalu taho ibse ajjecha jumla khana ifirra dabudaf ummanni oromodati fi ummanni banishankol walin dabachu khan qaban taho itti gafataman diplomasi warra banishankol kun dame tijira itti gafataman diplomasi adda bilisabasa ummata banishankol kuni hasawa isa itti fufudan doctor abiy ahmed nama khijibu male guya tokolle nama biyaf duga dubate himbene wantehef badasa nobel prize ittilachun dogogora gudda motumma norway rawate jechudan komate badasa khana daddafidan irrafudu khanqabantahu obbo nelson motumma norwayif dametijira abi ahmed فهو رجل مجرم وقاتل وحصل على جائزه نوبل زورا وبهتانا وكذبا وهي جائزه لا يستحقها ولا نعرف الاسباب التي ادت الى منح هذه الجائزه علما ان الرجل لم يدم طويلا في الحكم ولم يقدم شيء للشعب الاثيوبي غير القتل والاباده وما تعرض له شعب بنشنغول في ايام عهد ابي احمد من القتل والاباده لم يتعرض له من قبل وكذلك شعب الاورومو ركو في بلو خيستي امني بنشنغول في امني اورومو ولين دابتشا خنجران تهو اتي غافتمان دبلوماسي الدب لسباسا امتا بنشنغول كوني ابسي ولتي دفيني امتا لماني درنجمي اكا اتفوفو غورو خنقبان تهو دامي سبافي سبلموني بيتيرا ولين تهو دان موتما دكتور ابي احمد كانا غارا تمور ايساتي جيسو خنقبان تهو داس دامي تجرا ولذلك نناشد شعب الاورومو وكل الشعوب الحرة بالوقوف معا في اسقاط هذه الحكومة وان تكون هنالك يعني مائدة مستديرة يضمن لكل شعب حق تقرير المصير إذا أراد.